ولذلك رضي الله عنه وارضاه عنده طموح، طموح عالي. ابو بكر مره النبي جالس مع الصحابه فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: ايكم يريد الجنه؟ وكل منهم رفع يده. قال: ايكم يريد الفردوس؟ وبداوا يرفعون الصحابه ايديهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا متى؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: اهل الصلاه يدخلون الجنه مع باب يقال له باب الصلاه، واهل الجهاد يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الجهاد، واهل الصيام يدخلون الباب الجنة مع باب يقال له باب الريان. والصحابة يناظرون. قام ابو بكر قال: يا رسول الله، الا يدخل احد مع هذه الابواب الثمانية كلها؟ يعني ما في احد يدخل معها؟ هو ما يبي الجنة بس يبغى الفردوس ويبغى يدخلها مع الابواب الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا ابا بكر، نعم، وارجو ان تكون منهم. انت واحد من هؤلاء. بعضنا يصلي الفجر ولو طلع ولقاله واحد قال له: لو سمحت عطني مال، ولا وقف عند الباب يسأل ويطلب، قال: توني مصلي، كثر الله خيري، بعد تبغاني اعطيك؟ يمن على الله اذا سوى عملين ورا بعض يقول اصلي وانفق وتصدق، نقول له قف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الصبح، ركز، والصبح صلاة الفجر النوامين هذولي اللي كبروا الوسادة ترى الشيطان بال في اذانيهم وعقد على اذانيهم ثلاث عقد، نم امامك ليل طويل، ويقوم وهو سيء النفس خبيث النفس ما له وجه، وراحت منه ذمة الله. اما ذاك اللي قام وفز وتوضأ وانتهض ومشى في الظلمات وتحمل البرد ودخل المسجد وصلى، هذا في ذمة ربه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح، يوم صلى التفت على الصحابة يشوف يحرك فيهم الايمان، قال: ايكم اصبح اليوم صائما؟ الصحابة قال: عمر، يا رسول الله، والله اني قمت الصبح كنت اريد الصيام لكني ما نويت البارح وافطرت ما صمت. قال ابو بكر: انا يا رسول الله نبت الليلة ناويا الصيام فاصبحت صائما. هذا مو برياء، هذا الاخلاص بعينه، لكن الرسول يريد ان يشجع الحاضرين والامة بعدهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ايكم عاد مريضا هذا اليوم؟ قال عمر: يا رسول الله، تونا قايمين، خرجنا من بيوتنا وجيناك للمسجد، ولا وما ربحنا، فما برحنا من اماكننا، ما زلنا في اماكننا. قال ابو بكر: انا يا رسول الله خرجت اليوم من بيتي وعلمت بالبارح ان اخي عبد الرحمن بن عوف مريض، فجعلت طريقي للمسجد على بيته ومريت وسلمت عليه وجيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر: يا رسول الله، طلعنا من بيوتنا وجيناك في المسجد ولا بعد قمنا، هذا احنا قدام عيونك ما مدانا نتصدق على احد. قال ابو بكر: انا يا رسول الله خرجت من عندي اخي عبد الرحمن بعد زيارته ودخلت المسجد فوجدت رجلا فقيرا يسأل فلم اجد معي شيء، فالتفت فاذا بحفيدي ولد عبد الرحمن، وحفيدي ودي احط عليها 100 قوس، حفيدي يصلي الفجر اليوم شيبان وكبار وشباب، زنده يوقف عليه اسمحوا لي ماني بقايل، وهو يشخر في فراشه ما يصلي ولا يعرف، بال الشيطان في اذنه وضيع صلاته، ويجي يقول: يا رب يا رب، وين تجي هذه؟ هذا يقول حفيدي، يقول ابو بكر: بحثت في جيبي فلم اجد ما اعطيه، فالتفت الى باب المسجد فوجدت حفيدي يدخل المسجد بيده كسرة خبزة. يقول العلماء كسرة خبزة يعني صغير، بعضهم قال 5 سنين واقل، جاي يصلي صلاة الفجر، صلاة الفجر. يقول: فوجدت خبزة في يد حفيدي، اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، وما يصلي بها الا مؤذنها او الامام، ولكن دون مأمومي. انا لا يأس ولا اقولها لك الناس، لكن عندنا مشاهد مؤلمة لما تطلع الفجر ما ترى الا 4 5 6 صف، بينما الحي فيه عشرات. يقول: فاخذت كسرة الخبز فتصدقت بها على هذا الفقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر بالجنة يا ابا بكر، ابشر بالجنة يا ابا بكر، ما اجتمعنا لرجل الا بشر بالجنة. قال عمر: هيه هذه الرواية، يقول ما نقدر نسبقك يا ابو بكر، هذه الحق، صلاة صبح نفذوها وابشروا بالجنة. صلوا الصبح، المرأة تصلي في بيتها في وقتها،
ما هو بتصلي على قامة الساعة 9 ولا 10، اذن المؤذن قومي توضى وصلي. وانت ايها الرجل ما لم يكن عندك عذر شرعي اطلع الله لا يهينك وخذ عيالك والمسجد صلي الصبح. واذا استطعت ان تصبح صائما، وخاصة حنا في وقت الشتاء الليل طويل والنهار قصير والجو بارد، فضيلة وغنيمة تسمى غنيمة الصالحين، الليل قصير فيصام والنهار طويل فيقام، هذه غنيمة الصالحين، فصم ذلك اليوم وتصدق. يا اخي الصدقة، بعضنا يفهم الصدقة خطأ، يحسبنا نقول ادفع مليون. اذا كنت من رجال الاعمال وعندك خير الله يقويك ادفع 100 مليون، لكن ان كنت لا تستطيع، من لا يقدر منا يمسك له كاس مثل ذا، افتح بزبوز الموية وحط لك موية مثل هذه وحطها في الحوش وخلي الطيور تشرب منها، والله انها صدقة. والله خذ لك رز ملا كفك وانثره جنب الباب او في مكان حتى لا يهان وتأكل هذه الطيور، هذه صدقة. ريال اشتر علبة منديل وحطها في المسجد، اشتر كرتون ماء ب12 ريال او اقل وحطه بعد صلاة الجمعة للمصلين يشربون منه، وافضل الصدقة السقيا. وش من اللي ما يقدر يتصدق؟ بعضنا اذا سمع الصدقة يروح باله الراجحي ومدري مين. لا يا اخي تصدق، انت تصدق بشق تمرة، خذ لك تمرتين وانت رايح المسجد، شفت لك عامل من هالمساكين اخواننا المسلمين في الشارع، عطه تمرة قال هذه صدقة لوجه الله. ابواب الخير لا تعد ولا تحصى. عمر بن الخطاب قال والله لا اسبقك الى شيء ابدا يا ابو بكر. يقول ابو بكر جت غزوة تبوك، يقولها عمر، وقام الرسول قال اجمعوا المال تصدقوا 30,000، ما عندهم فلوس. يقول عمر وكان عندي وقتها دراهم، قلت اليوم ابسبق ابو بكر. يقولها عمر، يقول واجي البيت وافتح واسوي كذا بالنص واخذ نص فلوسي وخلي نصفها واغطي الباقي واجي اركض للمسجد. خذ يا رسول الله، فرحان. يقول انا ابغى اسبق ابو بكر بس. قال ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم نصف ذلك، شطر ذلك يا رسول الله. ما قال يا ابن والله اني ما تركت شيء، كل شيء جبته لك يا محمد. يتكلم يقول صدق. شوي جاء ابو بكر الفلوس اللي شايلها شوي، ابو بكر كانت واجد. يقول ابو بكر فجلست اضحك مبسوط، انا بسبقها اليوم. يقول فلما دخل حط المال قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعني وش بقى لهم؟ ولا شيء. ليش ما قال ما تركت شيء؟ تأدب مع الله. يقول تركت لهم أحسن من المال وهو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التضحية من الصديق التي بلغته هذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام احسنت يا عمر، ثم قال عمر والله لا اسبقك يا ابا بكر بعد اليوم ابدا.